اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج صدى الاقلام، حيث نحصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. من موقع الهيئه نت، قسم الدعوه والارشاد يعقد ندوه عن شهداء هيئه علماء المسلمين في العراق ودورهم في اصلاح المجتمع. من صحيفه المدى، الكردستاني يطلب ضمانات ويبحث عن التوازن في بغداد. من موقع كتابات، رسائل التفجيرات تعود للعراق قبل تشكيل الحكومة، 300 هجمة متنوعة في 3 دقائق. ومن موقع الجزيرة نت، بيونغ يانغ مرحبا بمفتشي الأسلحة النووية. صحيفة العرب الجديد، سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة بالشمال السوري ونظام يقصف مناطق للمعارضة. ومن صحيفة القدس العربي، نتنياهو للحكومة الإسرائيلية: استعدوا للحرب مع غزة. ومن صحيفة الحياة، دعوة الصدر لاختيار وزراء مستقلين تحرج عبد المهدي وتثير استياء الكتل. أهلا بكم. الانتخابات تلك المسرحية الهزيلة التي لم يشارك فيها حتى 20% من أبناء الشعب العراقي المنكوب. ما الذي قدموه للشعب وللعراق على مدى 15 عاما كي يتم تدويرهم وتصدرهم للمشهد الطائفي الإثني القومي من جديد؟ مقال للكاتب جبار اليسري في موقع كتابات يهاجم فيه العملية السياسية في العراق. لقد كانت وما تزال وستبقى سيدتهم أمريكا لأجل غير مسمى، لها نصيب الأسد من أموال وخيرات وثروات وعائدات النفط العراقي التي تسرق من أفواه جياع وتعساء العراق بشيعتهم وسنتهم، عربهم وأكرادهم، ولهذا هي من توفر لهم الغطاء الدولي والشرعي في البقاء رغم أنف الشعب العراقي مهما حاولوا، وهي من تحميهم، وهي من تمدهم بكل أسباب الدعم والقوة، وهي من تحافظ وتعمل المستحيل من أجل بقائهم جاثمين كما هي على صدور العراقيين، من أجل أن يستمروا فترة أطول في سدة الحراسة والحماية لمصالحها الخرافية والاستراتيجية كنواطير أذلاء. وأبسط دليل على ذلك تدوير وتعويم الثلاثي المرح الجدد الذين وصلوا بالتزوير والمماحكات وشراء الذمم في مزاد النخاسة العلنية. الوليمة الكبرى لأمريكا التي خططت لهذه العملية منذ عقود وليس منذ 2003 أو منذ عام 91، أن تقوم بغزو واحتلال العراق بكل الطرق والوسائل والوسائط، وتعيين لها نواطير وحراس على كنز العراق الهائل الذي لا ينضب، على شاكلة رعاع همج أميون طائفيون مزورون لصوص، ومن يحاول اللعب بذيله أو يحاول خروج من بيت الطاعة فالعصا غليظة ستهشم رأسه، ناهيك عن أن هناك بعبع في الشرق الأوسط اسمه إيران، وبعبع في الغرب إسرائيل التي باتوا يتوسلون بها كي تعترف بهم، وليس العكس بحسب الكاتب. من حيث المنطق السياسي الأبسط أو حتى ذلك التبسيطي الذي يختزل الظواهر المعقدة إلى مسلمات سهلة، يمكن للمراقب المتابع لتاريخ كردستان العراق الحديث والمعاصر أن يرى في الانقسام الكردي الراهن مجرد مآل طبيعي أفرزته سيرورة سياسية واجتماعية وحزبية لم تكن دائما طبيعية بالضرورة أو حتى منطقية. وكان منطقيا أخيرا أن تخفت حروب الاتهام بالتزوير بعد أن حسمت المعركة الأخرى التي شهدتها أروقة البرلمان العراقي وانتهت إلى انتخاب برهم صالح رئيسا للعراق، ليس بهمة حزبه أو جهد كردي موحد، بل نتيجة صفقات الكتل البرلمانية التابعة للتفاهمات الإقليمية والدولية خاصة بين واشنطن وطهران، وهذا بحسب الكاتب صبحي حديدي في مقال بصحيفة القدس العربي. على سبيل المثال، لاح منطقيا وبسيطا أن يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بدوره في منصب رئاسة العراق هذه المرة،
بعد أن احتكره الاتحاد الوطني الكردستاني منذ تكريس قواعد المحاصصة الطائفية والإثنية التي منحت الكرد هذا الموقع حصريا. كذلك في المقابل كان منطقيا أن يرفض الحزب الثاني الخضوع لمبدأ المداورة والامتناع عن تقديم مرشح باسمه وإفساح المجال أمام انتخاب مرشح الحزب الأول، ففي ميادين كهذه لا يعلو أي دور بين أخوة القضية والسلاح على امتياز موقع الرئاسة، رغم أن صلاحيات هذا المنصب تظل محدودة وبروتوكولية. كذلك لاح منطقيا وبسيطا في المثال الثاني أن تنقلب الانتخابات التشريعية المحلية إلى ساحة اتهامات متبادلة بالتزوير بعد أن كانت مغنما سياسيا ودستوريا ثمينا لجماهير الكرد في الإقليم، واتخذ التصارع بين الحزبين الكبيرين صيغة عدائية مشحونة ذكرت للأسف بالمواجهات العسكرية الطاحنة بين أربيل والسليمانية. توحيد المناطق الكردية الذي تم للمرة الأولى صيف 2005 وأنهى من حيث الشكل هيمنة الحزبين لم يتجاوز في واقع الأمر مستوى الوحدة الشكلية، وظل ناقصا على الأرض ومنتقصا في الحياة اليومية والسياسية والاجتماعية. لا المحاصصات في الوزارات جسدت الوحدة ولا نجح في تجسيدها اقتسام المناصب العسكرية على صعيد البشمركة ورئاسة المؤسسات الكبرى في الإدارة المحلية. وكان الفشل العسكري لاستفتاء أيلول سبتمبر 2017 دليلاً قاطعاً وفاجعاً على مسؤولية القيادات جمعاء وليس مسعود البرزاني وحده. كما نعرف أن في البلدان الديمقراطية عندما يريد أي إنسان متمكن من الوصول إلى منصب يعد نفسه إعداداً جيداً من حيث الإمكانيات والقدرات التي تؤهله على أن يكون شخصاً فعالاً في هذا المنصب في حال تسنمه، وكل هذا يأتي بعد أن يقدم نفسه كمرشح عبر انتخابات نزيهة وفيها أعلى درجات الشفافية ومراقبة دولية وأممية، وبعد أن يفوز في الانتخابات يتقدم إلى ترشيح نفسه على إحدى المناصب وبشكل علني ومعروف أمام الجميع والسياسيين المنافسين لبدء انتخابات داخلية ليتم التصويت بكل حرية ودون أي ضغوط على أن يكون الشعب يستحق المنصب. هكذا هي الديمقراطية في البلدان التي تحترم الشعب وتحترم الوطن تحترم الصوت الانتخابي، والتي تعتبر الفساد الإداري والمالي جريمة يعاقب عليها القانون، عكس ما يجري في العراق تماما بحسب الكاتب محمد الفياض في مقال بصحيفة البصائر العراقية. مثل ما رأينا وسمعنا أن مجلس النواب في العراق قام بأكبر عملية فساد وتعد جريمة يحاسب عليها القانون العراقي والدولي، وهي قيامهم بانتخاب رئيس مجلس النواب ونوابه. ليس هذا المريب، بل المريب أن هذا المنصب كما أشيع قد بيع بيعا، وكان كل نائب يختار شخصا إلى الرئاسة يقوم بتصوير ورقة الانتخاب ومن ثم يذهب إلى أحد رؤساء الكتل ليثبت له أنه صوت لهذا الرئيس وبالدليل، ثم بعدها يحصلون على مبلغ من المال في بداية عملية تشريعية. يبدأ عدد من النواب بأكبر عملية فساد مالي بل وأخلاقي بعدم احترامهم صوت الشعب وإرادة الشعب، يبيعون ويشترون بالمناصب بأموال هي من ميزانية الدولة العراقية وشعبها ليخرجوا علينا بخبر فوز الرئيس. يضيف الكاتب: ومن الصفات التي يجب أن يمتلكها رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية هو رضا النظام الإيراني في طهران بعد أن تتم عملية شراء أصوات النواب بأمان، لكن هذه المرة كشفهم الفيديو وبان خداعهم المستمر للشعب العراقي، بل وخروجهم عن الطرق القانونية التي تستخدم أو تستخدم في العالم المتحضر والدول الديمقراطية التي تطبقها بحقيقة وليس ديمقراطية مزيفة خاضعة لإدارة نظام طهران وميليشياتها ولا تحترم مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير وحفظ الشعب وأسس الدولة الحديثة التي تبني الإنسان والسلام ويطمح لها كل مواطن يريد الاستقرار والأمان والعيش بحرية دون قيود وأيديولوجيات ميليشياوية أو إرهابية متطرفة. لا يعدو المسعى الأمريكي نحو تشكيل ناتو عربي عن كونه طرفة استراتيجية سخيفة، خاصة بعد تدمير الحركات الاحتجاجية والانتفاضات الثورية وإعادة تأهيل السلطويات العسكرية المحلية عبر نسج صداقات غرائبية مع المستعمرة الاستيطانية إسرائيل. وقد اعتاد المواطن العربي منذ أزمان
على سماع الترهات الاستراتيجية العربية الخيالية بحسب الكاتب حسن أبو هنية في مقال بموقع عربي 21. لا جدال بين الخبراء والباحثين أن مقترح إنشاء ناتو عربي لا يعد عن كونه خيالياً، فبحسب يزيد صايغ كبير الباحثين بمركز كارنيلي لدراسات الشرق الأوسط لموقع ديفنس نيوز، إن فكرة الناتو العربي غير مقنعة، فهي ببساطة لن تحدث. وأضاف قائلاً: مرت 4 سنوات منذ إعلان السعودية عن تحالف إسلامي كبير لمكافحة الإرهاب ولم يسفر عن شيء، كما أن مجلس التعاون الخليجي فشل في الاتفاق في الجانب الدفاعي، بل وفشلت السعودية والإمارات في شن حرب منسقة في اليمن. لذلك لا يوجد مؤشر على إمكانية تنظيم حلف كالناتو العربي. لا جدال أن المقترح الأمريكي لتأسيس ناتو عربي يأتي في إطار انهيار العالم العربي وسيادة المنظور الإسرائيلي للأمن والسلام. وقد أكدت ردود فعل الأنظمة العربية عقب اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بأن المستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية باتت صديقة حميمة للأنظمة العربية في المنطقة، وهي صداقة تتمتع بعداء معظم الشعوب المضطهدة التي تناهض سياسات الإمبريالية الأمريكية والاستعمارية الإسرائيلية والأنظمة العربية الدكتاتورية. خلاصة القول إن فكرة إنشاء ناتو عربي لا تعد عن كونها خيالية، لكنها تقع في إطار استنزاف المنطقة في تحالفات لمحاربة أعداء متخيلين وفق ديناميات عربية أو ديناميات حرب الإرهاب المتخيل. ففي ظل غياب عدو فعلي بعد أن تحولت المستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية إلى صديق، تنامت ديناميات اختراع عدو داخلي تمثل بالإرهاب وخارجي تمثل بإيران. فرغم الحديث عن ناتو عربي، فإن الولايات المتحدة لم تتبنى سياسة لتغيير النظام في إيران أو دفعه للانهيار، حسب ما صرح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس. وبهذا فإن مقترح ناتو عربي هو استثمار أمريكي إسرائيلي في ضمان خراب العالم العربي والإسلامي. من يؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية عن طريق طلبات تعجيزية إنما يخدم الأجندة الإيرانية لا أكثر، حتى لو تحجج بالعقدة المسيحية للتغطية لب القضية وفق الكاتب خير الله خير الله في مقال بصحيفة العرب اللندنية. يتلخص ما هو مطروح في لبنان في ضرورة تشكيل حكومة وفاقية تؤمن حماية للبلد. هذا ما حاول سعد الحريري شرحه بكل صراحة وشفافية بعيدا عن أي نوع من العقد. كشف رئيس الوزراء المكلف من يعرقل حقيقة تشكيل الحكومة ومن يتحمل مسؤولية هذه العرقلة التي تضع لبنان على شفير الهاوية. هذا ليس وقت تصفية الحسابات مع القوات اللبنانية ومع وليد جنبلاط ومع الدروز عموما، كما يفعل النظام السوري في السويداء ومحيطها. هذا وقت تأكيد أن صفحات الحروب اللبنانية وحروب الآخرين على أرض لبنان قد طويت. هذا وقت القول لإيران أن الحكومة اللبنانية يشكلها الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وأن لبنان ليست ورقة إيرانية تستخدم في المواجهة مع الولايات المتحدة. من حق اللبنانيين أن تكون لديهم حكومة تعمل من أجل استعادة الكهرباء والماء وأن تعالج مشكلة النفايات والطرقات والمطار وكل ما من شأنه إعادة الحياة إلى بيروت بدل عزل المدينة والسعي إلى تصحيرها وجعل أي مواطن عربي يريد المجيء إليها أو الاستثمار فيها يتردد. في ذلك من مصلحة لبنان قراءة موازين القوى الإقليمية جيدا وفي العمق. هناك من دون شك انقسام عمودي في البلد بين من يراهن على النظامين الإيراني والسوري وبين من يراهن على لبنان واللبنانيين وقدرة البلد على التقاط أنفاسه. هناك ما يكفي من الهموم اللبنانية للابتعاد عن الرهانات الخاسرة.
أهلا بكم من جديد. طبعا امتلأ التاريخ بالخرافات ونأتيكم بواحدة منها. عاد جنون ما يسمى بالزئبق الأحمر إلى صعيد مصر مجددا. راح المهووسون يبحثون عن السائل المثير وسط عشاش الوطواط الخفاش، أملا في الثراء السريع الذي يتوهم الكثيرون أنه يستحق أو سيتحقق بالعثور على الزئبق المزعوم. وبحسب شهود عيان فقد راح الناس يبحثون عن أعشاش الوطواط الذي بات أملهم في الوصول إلى المادة الحمراء التي يقدر سعرها بملايين الجنيهات في أسواق الباحثين عن الكنوز الأثرية. وربما ربط البعض بين الزئبق الأحمر والوطواط جراء انتشار أعشاشه وسط أعمدة المعابد المصرية القديمة وأسقفها في الأقصر وأسوان. وبات الزئبق الأحمر أسطورة يرى كثير من الأثرياء وخاصة في بلدان العالم العربي أنه يطيل العمر ويجعل من يتناوله يعيش في شباب دائم على مر الزمان. إلى خبر آخر، حيث وضع علماء خطة لبناء سفينة نوح مكونة من جراثيم مفيدة للحفاظ على الميكروبات الحيوية الموجودة في جسم الإنسان قبل فوات الأوان. تعتمد هذه الفكرة على سابقة وضعتها مجموعة من 24 عالماً دولياً في النرويج تضم ما يقرب من 1,000,000 عينة في محاولة لحماية تنوع المحاصيل في حال تحول سيناريو يوم القيامة إلى حقيقة واقعة. يقول الباحثون من جامعة ريدجارز في نيو برونزويك إن خزنة يوم القيامة قد تساعدنا في ضمان صحة البشرية على المدى الطويل في مواجهة فقدان التنوع الميكروبي على مستوى الكوكب الذي يشكل تهديداً على قدم المساواة مع تغير المناخ. وتعيش تريليونات من الميكروبات في جسم الإنسان ويعزز الكثير منها صحتنا، لكن في المناطق الحضرية من العالم انخفض ذلك التنوع الميكروبي. والآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى الكاريكاتير. وفي الختام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.